بعد ما خلصت كده ببتدي ان هو يخش في مراحل الفرقه نفسها. الفرقه ليها عدد من المراحل، بيبتدي بمرحله التدريب الارضي والتدريب البدني، الضغط النفسي، الضغط الذهني على المتدرب، ثم بعد كده بيبقى بينتقل لمرحله تانية هي مرحله السباحه والتدريب على اعمال الغطس باستخدام اجهزه الغطس، الدوائر المفتوحه والدوائر المغلقه، السباحه المسافات الطويله في حمام السباحه وفي البحر المفتوح، مرحله تنفيذ العمليات الخاصه بيتدرب فيها ازاي ينفذ الاقتحامات، ازاي بيتدرب في ميدان الجبال على اسلوب التسلق، اسلوب النزول بالحبال وبوسائل التسلق والنزول المختلفه، بيتدرب على تنفيذ مجموعه مختلفه من الرمايات، القدره البدنيه عنده بيتم الارتقاء بيها خلال مراحل الفرقه، بيتدرب على اسلوب القفز بالمظلات بالنهار وبالليل في البحر وفي البر، بيتدرب على اسلوب التسرب باستخدام القوارب السريعه، اسلوب مهاجمه الاهداف الساحليه. كل دي المراحل اللي بيمر بيها الفرد، كل حاجه من دول بتاخد فتره طويله. واكتر حاجه بيتعرض ليها الفرد في المرحله دي هو الضغط البدني والنفسي، علشان اضمن ان الفرد اللي هيخرج من الفرقه دي هو قادر على تنفيذ اي يعني. ممكن مثلا مساله الاعاشه، مفيش، مش لاقي اكل، مش لاقي ميه، وانه ممكن قعد في مكان معين اسبوع، 10 ايام، شهر مثلا، مش بيتعيش ازاي؟ وهل فعلا الكلام اللي الناس طول الوقت يقول لك اي حاجه ماشيه على الارض لو حصل ظرف بناكلها، هل ده صحيح؟ هو صحيح الى حد ما، الى حد ما، الى حد ما. نعم، هو طبعا الفرد خلال الدوره بتاعت القوات الخاصه دي بيتدرب ان هو يتحمل الضغوط النفسيه، قله النوم، قله الاكل، ممكن ما يشربش، بضغط عليه نفسيا وبدنيا ان انا بديله اوامر مستمره نهارا وليلا، بصحيه وهو نايم، بحرمه من النوم. كل الضغوط دي بتترجم في الاخر الى قدره على التحمل والبقاء والقتال نهارا وليلا لفترات طويله بدون توقف، ودي مهاره مهمه جدا لفرد القوات الخاصه. اما فيما يتعلق بموضوع الاكل، الاكل او احنا بنسميها البقاء على قيد الحياه والتعايش، احنا طبعا ما بنعملش الكلام ده غير في ظروف محدده. يعني احنا مش طبيعي ان احنا كل يوم بناكل تعابين ولا حاجه، لا. ولكن الفرد لازم يبقى عنده القدره والحساسيه على البقاء لفترات طويله خلف خطوط العدو في حاله نفاذ الامداد. احنا ممكن نشتغل فتره طويله بدون امداد وبدون اخلاء. طب لو نفذت، مش عارف اوصل له بالظبط. انا صعوبه وصول الامدادات ونفاذ التعيين، طب لازم اتصرف. بتصرف بالموارد المحليه، بدرب الفرد ازاي يقدر يجمع المياه، سواء من النباتات، سواء من تجميع الندى، مية المطر. ندى طبعا، ما هو الندى بتاع الصبح ده على بيجمع على الزلط، ايوه، والزلط ده بيتكثف بالظبط، ثم انا بجمعه في الخوذة. ممكن اعمل له عملية تنقية بسيطة واستخدمه وقت الحاجة. ده بيحصل؟ ده بيحصل، يا نهار ابيض. طبعا عملية مش سهلة، يعني البقاء على قيد الحياة تدريب مهم. ثم بعد كده بقى تيجي موضوع الحصول على الطعام نفسه، سواء من دواجن، طب لو ما فيش دواجن، حيوانات برية. ثم أخيرا خالص نصل بقى إلى الزواحف. في حالة عدم توفر أي طعام غير الزواحف، أنا بضطر ألجأ أنا بدربه عليها. أنا بدربه إزاي يعرف، إزاي يعرف يعمل إيه، يمسك التعبان ده، التعبان ده أولا يميز ما بين التعبان ودرجة سميته، وهل يصلح للأكل أو لا. إزاي أنا في صحراء ده، أنا في فصائل بقى من التعابين هو بيدرسها. فصيلة الثعابين دي تصلح للأكل والفصيلة دي ما تصلحش للأكل. ثم بعد كده إزاي يمسك التعبان، وإزاي يتعامل معاه. طب إزاي كل حد بيدخل ساعة تدربه على ده؟ طبعا، يا نهار أبيض. لا يعني اقول له التعبان ده ممكن وده لا. طبعا طبعا، لان هو الموضوع في النهايه متعلق بحياه الفرد المقاتل. فانا لازم اضمنها له، وقبل ما اكلفه بمهمه اضمن له ان هو قادر على تنفيذ هذه المهمه والتعايش والحياه ما يستتبعها. بالظبط بالظبط. نعم. فجزء التعايش ده جزء مهم جدا، واحنا بنحرص على تدريب الافراد عليه. فده يعني زي ما حضرتك بتقول كده، اي شيء انا كل حاجه بضربها عشان يوصل ينفذ مهمه بالظبط بمنتهى الـ 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 الامتياز زي ما بنقول كده. هو الغرض من التدريب ان انا اهل الفرد المقاتل ده ان هو يتدرب على ظروف مماثله لظروف المعركه الواقعيه، ويبقى جاهز للتعامل مع كافه السيناريوهات اللي ممكن تحصل. والتدريب على السيناريوهات دي هو اللي بيؤدي لنجاح تنفيذ المهمه، ان هو اي موقف طارئ هو بيعرف يتعامل معاه ازاي. من شويه شفت مع حضرتك فيلم ناس في البحر المتوسط بينزلوا في عز البرد موت في الميه، وناس عماله ترمي عليهم ميه، وناس ثانيه عماله ترمي عليهم رمله. ايه ده؟ ايه التدريب ده؟ دي كانت دوره، ايه التدريب ده؟ دي دوره القوات الخاصه السيل تيم اللي شغاله حاليا.
وهم كان يعني تصادف ان هم كانوا في اسكندريه في شهر 12 وشهر يناير، فكان الجو ساقع، ولكن ده طبعا ما بيمنعش من توقف التدريب، هو بالعكس هو اضافه ان الفرد بيتدرب على ازاي يتحمل بروده الطقس، ازاي ينفذ مهام بالسباحه والغطس مهما كانت الظروف الجويه سيئه. بالعكس هي الساقه يفضل انها تنفذ مهامها في ظروف الطقس السيئه اللي ما حدش يتوقع ان ممكن حد يشتغل في هذه الظروف، وده اللي بيحقق عنصر المفاجاه. نعم، سواء كان مطره، سواء عواصف، درجه حراره مرتفعه ليلا وفي احوال الرؤيه الضعيفه والظروف الجويه السيئه، دي اخطر الاوقات اللي ممكن ننفذ فيها المهام بنجاح، لان العدو ما بيبقاش متوقع ان انا هنفذ عليه عمل في هذه التوقيتات. هل فعلا وهم نايمين بالليل بتصحوهم وتعملوا تدريبات او يعني يبقى في ضغط عليهم؟ طبعا هو ده جزء من الضغط النفسي وهو نايم والعصبي، ان هو يبقى نايم يقوم على صوت ذخيره بتتضرب فيقدر يستجمع نفسه بسرعه، يقدر يتصرف، يسمع الامر ينفذه. هو بيتضرب النار، بيقوم من النوم، بيطلع يجري بره، بيلاقي المعلمين مستنيينه، بيرش عليه ميه، يرش عليه رمله، يبقى جاهز ان هو ينفذ تمرينات بدنيه. هو صح من النوم بالظبط. نعم. ممكن يتحرك، ينزلوا الميه البحر بالليل. يعني بقدر المستطاع. ده نوع من التدريب، ده نوع من التدريب بيكسبه القدرة على التحمل، بيعوده الطاعة والالتزام وإطاعة الأوامر، تنفيذ أي مهمة في أي وقت تحت أي ظروف. كل دي مهارات مطلوبة تبقى متواجدة في فرد القوات الخاصة. عندنا عاملة أبطال طبعا، اللي حضرتك بتقوله ده عندي، عشان كده بنقول أبطال بالظبط، عشان كده بنقول إن دول النخبة، قوات النخبة وقوات الخاصة في الجيش المصري. دي حقيقة. نعم، دي حقيقة. رسالة حضرتك لي أهلنا ولشعبنا العظيم، وأنا بحيي حضرتك وبحيي كل أبطالنا في القوات المسلحة.